الأسابيع اللي احنا فيها دي بتتكلم عن نهاية العالم أو بتتكلم عن الدينونة، وكأن الكنيسة بتعدنا في الأيام دي لوقت الدينونة. حتى إنجيل باكر النهاردة بيتكلم عن النقطة دي، بقول انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. وكلمنا إنجيل القداس عن واحد ربنا جاله فجأة، أو واحد سيده جاله فجأة وقال له اعطي حساب وكالتك. الموضوع ربنا بيعدنا ليه. ودايما في صلواتنا في الخدمات الثلاثة في نص الليل نلاقي السؤال اللي مطروح: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه الرب على جميع أمواله، أو يقيمه سيده على جميع أمواله؟ سؤال بيطرح كتير: من هو الوكيل الحكيم؟ أول حاجة في موضوع النهاردة، أنا وكيل، أنا مش صاحب ملك، أنا مؤتمن، أنا راجل شغال في وكالة. حاسين كلنا طبعا أو كلنا دايما إن احنا نملك حاجات كتير هنا في الأرض. ربنا من الإنجيل ده بعدك إنك تبقى مؤتمن بس، تبقى وكيل بس. اللي واخد الدنيا إن هنا وكيل، هو هنا لربنا لأعمال ربنا ادهاله عشان يبقى وكيل عليها ينجح ويثمر ويبقى أمين فيها، هو ده الإنسان اللي بيفوز بالجعالة. إنما المشكلة إن احنا حاسين إن احنا مش مؤتمنين، إن احنا أصحاب مال، ودي مشكلة. أول حاجة حس إنك وكيل في الأرض. ربنا قال لك تعالى أنا هدي لك حاجة تاجر فيها وتربح، هدي لك كم وزن اشتغل بيهم، هدي لك وزنة نفسك، وادي لك وزنة بيتك، ادي لك وزنة الناس اللي معاك، ادي لك وزنة انك تكون صورة للمسيح على الارض. انت مؤتمن فقط ولا تملك اي شيء. عشان كده لما بتجيب لربنا حتى عشورك تقول له يا رب من يدك واعطيناك، انا مملكش حاجة، انت بتديني 10 أعشار، بقول لك يا رب خد العشر ده من ايدك، انت اديتهوني انا راجع لك بيه، اشكرك انك اديتني 9 أعشار ليا وطلبت مني 10 واحد. ده الانسان اللي مؤتمن. انما الانسان اللي حس انه صاحب وصاحب ملك، الانسان اللي حس ان كل حاجة بتاعته، زي الراجل زمان الغني الغبي اللي قال اقوم واهدم وهد ومخزني واعيش لسنين كثيرة، لسنين عديدة، واملها اي وقت كتير لسنين عديدة، وعندي حاجات كتير ما تهمنيش. مرة واحد غني صدقوني سمعته بودني بقول انا لو جري ورايا الفقر بحصان ما يخلصش اللي عندي. يا عم انت مين وانت فين وانت ازاي؟ انت حطيت يوم من الايام انك انت مؤتمن اللي معاك ده مش بتاعك؟ انت حطيت يوم من الايام ان ممكن في لحظة ياما ناس طارت في البورصة، ياما ناس خسرت كل حاجة معاها، عشان مش حاطط في اعتباره ان هو مؤتمن، ان هو وكيل، حاطط في اعتباره انه سيد الوكيل هو صاحب الملك. عشان كده ربنا اول حاجة النهاردة بقولها لنا من المثل ده: انت وكيل ولا صاحب ملك؟ انت بتتصرف بمزاجك في حاجتك اللي هي اصلا مش بتاعتك، ولا بتؤتمن عليها وراه تسأل عنها؟ انت لو وكيل امين يبقى وقتك فيه امانة ولا لا؟ لو وكيل امين، وقتي اللي بقضيه بدون فايدة
في أمانة، ولو في أمانة وقت ده ما اديش جزء منه لربنا. كلنا بنجري وكلنا تعبانين، ولا واحد فينا فكر 5 دقايق يقعدهم مع ربنا يكلمه. كله بيجري، كله بيلهس، كله تعبان. عارفين القصة زمان اللي قالت مرة واحد حب يملك حتة أرض، فجاله الراجل صاحب الأرض كان عنده أراضي كتير، هي قصة يعني مش واقعية طبعا، فقال له تعالى يا عم اجري قد ما تقدر، قد ما تقدر تجري في الأرض المفتوحة دي هديها لك ملك. الطمع بقى، قعد يجري وزود في الجري ويجري أكتر وأكتر وأكتر، وقعد يجري يجري، ما هو كل حتة هيجري فيها كل ما يطول خط الجري هياخد الأرض. وبعدين هو في نهاية الجري تعب وجات له أزمة قلبية وراح وما خدش حاجة. أنا وكيل ولا أنا صاحب أرض؟ أنا راجل عايز أخد ملك اللي مش ليا، ولا عايز أخد حقي أبقى وكيل عليه ومؤتمن فيه عشان لما أسأل أقول الأمانة اللي انت اديتهاني هي يا رب. عشان كده الكتاب بيقول لنا 5 وزنات سلمتني 5 وزنات أيضا ربحتها. اللي انت اديتهوني يا رب انا تاجرت فيه، اصلا انا تاجر شاطر، انت علمتني كده يا رب، علمتني ابقى تاجر شاطر، اتاجر واربح. قلت لي خد دول تاجر فيهم، اقول لك متشكر يا رب، دول مش بتوعي، مش بتوعي، انت اديتهمني امانه، اديتني صحتي امانه، واديتني حياتي امانه، ولما اديتني البنوه اديتني اعظم امانه اتاجر بيها، لما خلتني ابنك، لما قلت لي لا ادعوكم عبيد بل ابناء احباء. اول حاجه لما ربنا قال لك كده، اول امانه اديها لك في حياتك امانه البنوه، انت ابن. هل انت ابن ولا بددت البنوه دي؟ عشان كده النهارده اول درس بنطلع منه من القصه دي، سمعناها كتير واتكلمنا فيها كتير والناس سمعت عنها كتير، انما لغايه دلوقتي لسه مش حاسين ان احنا وكلاء فقط. انا وكيل، انا مش صاحب مال، انا مش صاحب حاجه في الارض دي، انا قاعد هنا ضيف، كل حاجه في لحظه هتتاخد مني وهطلع لربنا فجاه وانا مش دريان او دريان حسب ما انا عايش. ممكن تبقى مش داري، ربنا ما يسمحش، انما الحقيقة ربنا عايز منك تبقى حاسب في لحظة، في اي وقت يجي يقول لك اعطي حساب وكلتك. والكلمة الصعبة، ايه اللي بسمعه عنك؟ ما هذا الذي اسمعه عنك؟ لو حاجة حلوة مش هيقولها كده ربنا، هيقول الحقيقة انا بسمع عنك حاجات حلوة. انما لما يقول لك ايه اللي بسمعه عنك ده، يبقى في حاجة عايزة مراجعة، في حاجة جوانا عايزة تتراجع. أنا مش وكيل أمين، أول حاجة وكالة أنا مؤتمن عليها، هل أنا مؤتمن صح؟ هل أنا فعلا وقتي مش بضيع في الوكالة دي؟ هل أنا باخد حق الناس في الوكالة دي وشيلها عندي، ولا بدي كل واحد حقه؟ النقطة التانية، لما سئل قال له تعالى اعطي حساب وكالتك، الراجل قعد مش عارف يعمل ايه. انما الكتاب قال لنا، قال الوكيل في نفسه ماذا افعل؟ سيدي ياخذ مني الوكاله، لست استطيع ان انقب واستحي ان اسال صدقه. وبعدين سال نفسه السؤال لنفسه، قال قد علمت ماذا اصنع. الأول قال ماذا أفعل؟ خلاص أنا في ورطة، أنا في ورطة، أنا في ورطة. وبعدين بعد تأني قال أنا علمت ماذا أفعل. يوم ما تحس إن العمر ضاع منك، يوم ما تحس إن عمرك راح كله بعيد ما عملتش فيه حاجة، فوق واسأل نفسك ماذا أفعل؟
اقعد مع نفسك كده دقايق كل يوم. عشان كده بنقول يا ريت الخلوة اليومية 5 دقايق في بيتك، امسك الكتاب المقدس واقرا، اقعد كده استرخي واسرح بفكرك، النهاردة عملت ايه يرضي ربنا، ماذا افعل؟ لو ربنا دلوقتي هو جي قال لي تعالى خلاص حياتك كده، افعل ايه اللي عملته؟ عشان كده السؤال اللي قاله لنفسه الوكيل ماذا افعل، وبعدين قال قد علمت ماذا اصنع، خلاص خد قرار. نقطة اتخاذ القرار لما تقعد مع ربنا، لما تقعد مع ربنا من قلبك فعلا تعرف تاخد قرار، لما تقعد مع ربنا وتحاسبه او يحاسبك تقعد مع ربنا عشان يقولك طول ايامك ضايعة منك، ساعتها تقول يا رب انا فعلا اتخذت القرار دلوقتي، لما فوقتيني اتخذت القرار، لما قلت لي تعالى هتقعد حساب وكالتك فقت، قبل ما الدنيا تضيع مني، قبل ما يغلق الباب ويبقى ما فيش شرى زيت فقت. ماذا افعل او ماذا اصنع؟ علمت ماذا افعل. قوم. الابن الضال خد القرار ده، الابن الضال مرة من المرات فاق لما ساب ابوه وفضل في عيش مصرف، بهدل الوكالة، ضيع كل حاجة ابوه كان مؤتمنه عليها، ما بقاش وكيل امين، ولما حس ان هو الدنيا بتتسحب منه قال اقوم الان. ماذا افعل؟ عرف هيعمل ايه، لانه في لحظة قال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا، اقوم الان. لحظة اتخاذ القرار، اللحظة الحاسمة، هتقوم لربنا ولا هتفضل رائد؟ هتقوم لربنا ولا هتفضل كل حاجة بتعملها ما عدا الصلاة، كل حاجة بعملها ما عدا ان انا اصلي، كل حاجة بعملها ما عدا ان انا اروح اتناول، بس وانا بتناول اتناول من قلبي، مش بعمل كده، مش بنعمل كده. الدنيا سهلة، اصل الكنيسة مفتوحة وفي اي وقت اخش اتناول، والقداسات شغالة ما سامحونا على ودنه، وكل يوم ممكن اتناول، انما ما اتغيرتش ليه؟ ليه ما اتغيرتش؟ ليه كل يوم؟ اسمع حبيبي، اسمع يا بابا، اسمع، ليه كل يوم وانا باجي اتناول ما اتغيرتش؟ ليه كل يوم اللي فيا زي ما هو؟ ليه؟ هو ربنا قسى قلبي لدرجه ان انا ما عدتش حاسس بفايده المناوله جوايا؟ بنتناول كتير، واللي فينا سامحوني، بنتناول كتير، غضب موجود، ظن موجود، شك موجود، قلة محبة موجودة، عدم عطاء موجود. طب امال بنتناول ازاي؟ ازاي بنتناول؟ وكل واحد فينا عايز يبرر ازاي ان فلان ده اللي زعلان منه مش قادر يحبه، او هو مقتصره، او حاجات كتير، كل واحد ببررها بطريقته، انما في النهاية انا لسه ما عرفتش ماذا اصنع. الوقت هيجي وتتسحب الحياة، وماذا اصنع لسه ما وصلتش ليها. نقطة تخوف بصراحة، نقطة تخوف. المفروض المراجعة، مراجعة نفسي، اذا كنت انا حاسس ان انا وكيل، يبقى في يوم من الايام الوكالة هتتخذ مني. الوزير اللي بيبقى ماسك وزير عارف انه في لحظة تتغير الوزارة وتتشال الوزارة ويجي حد تاني. عشان كده لما يسمعوا ان الوزارة بتتغير كل واحد فيهم ايه؟ يقول لك اصل الوزارة هتتغير فالوزير مش راضي يمضي ورق. انما موضوع الوكالة مش كده. انت وكيل امين حكيم لاخر وقت في عمرك، لاخر وقت في عمرك، انت مش وزير، انت وكيل، انت فيك صورة ربنا وفيك صورة التقوى، ولكن البعض ينكر قوتها. عشان كده ربنا النهاردة بحذرنا، بصحينا،
أول حاجة وكيل، نمرة اتنين هتعمل ايه، نمرة تلاتة الراجل الحكيم ده، الحكيم اللي عرف يتصرف ابتدى يحب، ابتدى يحب الناس، ودي أصل معجزة المسيحية، محبة أصل المعجزة. مسيحيتنا لا تقوم إلا على الله محبة بس. الراجل جاب الناس اللي كانوا بيكرهوه دول. على فكرة لو سمعتوا زمان عن اللي هو الراجل ناظر عزبة، محدش بيحبه أبدا. اللي فيكم من أماكن كان فيها عزب، ناظر العزبة دايما مكروه، دايما مكروه، محدش بيحبه أبدا، لأنه راجل عايز ياخد ليه وياخد لصاحب العزبة. إذا كان للراجل اللي متأجر منه أرض عليها 100 جنيه، عايز ياخد هو، ياخده 150، 100 اللي هو صاحب الأرض و50 ليه. فكل ناظر عزبة مكروه. إنما المرة دي الراجل ده حب الناس، نداهم، هو تصرف تصرف أرضي بس حكيم، نداهم قال لهم تعالوا تعالوا. أنت عليك كام يا عم؟ أنا كان المفروض أخد منك 100، كان المفروض أخد منك 100، لصاحب الملك 50 ولي 50. لا، اكتب 50 بس، كفاية صاحب الملك ياخد حق وأنا متنازل عن بتاعتي. وابتدى يحب، ابتدى يحب. احنا النهاردة لغاية دلوقتي لسه مش بنحب، لغاية دلوقتي المحبة جوانا ناقصة، لغاية دلوقتي المحبة قدام معانا بتشاور عليها. أعظم درجات المحبة زي ما المسيحية علمتنا، أحبوا أعداءكم، أعظم درجات المحبة. وأقل درجة المحبة أن أنا أحب أخويا، وحتى دي مش قادرين نعملها، صدقوني مش قادرين نعملها. عشان كده بيوتنا فيها بعض الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، الزوج مع زوجته في مشاكل، والأخ مع أخوه في مشاكل، والابن مع عمه في مشاكل، والدنيا كده سرحانة خربانة، مش عارف أوصل لدرجة إمتى هقطع حساب وكلتي، إمتى هقول أنا سايب خلاص مش بتاعتي. الراجل ده فهم، فهم إنه وكيل، وفهم هيعمل إيه، وفهم بداية الحساب أحب عشان سيدي يرفع عني غضبه. عايزين نبص للموضوع انه في محبة، عايز ابص للموضوع ان انا وكيل، عايز ابص للموضوع ان انا مش مقتت هنا، مش قاعدين هنا، ليست لنا هنا مدينة باقية، هنسيب كلنا، ربنا يدي العمر للكل. انما في لحظة لازم نقف قدام ربنا، لازم تقف، لازم تكون تخليت عن بعض المشاعر الوحشة اللي جواك، لازم تخليت عن كل خطواك اللي جواك اللي راكدة وانت مش واخد بالك منها. عشان كده الكتاب بيقولك اقعد شوية، تأنى، تأنى مع نفسك واقعد حاسبها. في حاجات كتير جواك عايزة تتصلح، في حاجات كتير جواك لازم تقول ايه اللي اعمله فيها، في حاجات كتير محتاجة تقعد مع اب اعترافك وتفتش، وتفتش. بلاش كده شوية الحاجات اللي بتاخدهم من فوق والباقي راكد من تحت ما بيطلعش وريحته بقت مش نظيفة. عايزين نقعد كده، اقعد في جلسة اعتراف مش جلسة حكاوي. احيانا نقعد مع ابونا نحكي، الموضوع مش حكاوي صدقوني، الموضوع كلمة واحدة، كلمة بس من قلبك جاي تقولها انا غلطت في كذا وبس، وعملت كذا وبس، ولمت كذا وبس، وهم 7-8 كلمات واطلع وانا متجدد من جوه بعد ما خدت الحل. مش الموضوع حكاوي واشرح الموضوع واعيده واصل هي اللي عملت وانا اللي قلت وهو اللي قال وانا غلط. الدنيا مش كده ابدا، الدنيا محتاجة ماذا افعل، قد علمت ماذا اصنع. ياريت كل واحد فينا النهاردة يطلع فعلا عارف هيعمل ايه، ياريت النهاردة يبقى الكلام لينا مش للوكيل، كلنا وكلة، بس ربنا النهاردة بيكلمك انت بقول لك عرفت هتعمل ايه ولا لسه زي ما انت. لو ما عرفتش اقرأ الاصحاح تاني، اقرأ لما نروح تاني
لوقا 16 من 1 ل 12 نشوف ربنا عايز مننا ايه، نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه، وانا عايز اقول لربنا ايه. لسه عايز اقول له اخطأت في السماء وقدامك، ولا لسه بعمل زي الفريسيين اللي لما يسمعوا الكلام يجروا ورا المسيح بالحجارة؟ انا عايز ابقى امين فيهم، انا عايز ابقى امين، عايز ابقى وكيل امين حكيم، ولا عايز ابقى زي الفريسيين اللي اتعمت عينيهم وحجرت قلوبهم، ولما ربنا يقول لهم على حاجة يجروا ورا بالحجارة اللي يرجموه. انا طبعا مش هعمل حجارة ومش هجري ربنا، بس على الاقل هقول له يا رب كلامك ده ما يمشيش اليومين دول، ما يمشيش يا رب، ده الحاجه غاليه نار، الكلام ده ما يمشيش، سيبنا روح لبتاع القوطه ولا بتاع الخيار وازن الكيلو طب شويه واخد خيار انا ماشي. لا، الامانه، الامين في القليل امين ايضا في الكثير، الامين في اي حاجه صغيره يبقى امين في كل حاجه كبيره. عايزين نتعلم أربع نقط النهاردة الكتاب بيقول لنا عليهم. أنا مش صاحب وكالة، أنا راجل مؤتمن عليها. نمرة 2 هعمل إيه؟ نمرة 3 هحب. نمرة 4 الأمانة في حياتي، الأمانة في وقتي، والأمانة لبيتي، والأمانة لأولادي، والأمانة في الصدق مع كل الناس في حياتي. لو عشت بالأمانة يبقى هو ربنا النهاردة بيسألك من هو الوكيل الأمين، هيشاور عليك، هيقول لك فعلا. إنما في ناس تانية هقول لها إيه اللي بسمعه عنك، إيه اللي بسمعه ده، الكلام ده مش بتاعنا، إيه اللي بسمعه عنك. صح صح، نصح صح ونفوق، لأن الأيام مقصرة. ربنا يعطينا دايما حياة الاستعداد. لله المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. هللويا 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 إيسوس برستوس بشيري أمر نوتي عفيت شي صارك.